أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا رسالة، ولا تموتن أنت إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، مع سنن الترمذي، نسأل الله أن يربطنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل ياسين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني، ومن الثقات الأثبات، رواه الجماعة كما مر علينا كثيرا، وسفيان بن وكيع، مقرونا بسفيان بن وكيع، وهو قال البخاري يتكلمون فيه، وأيضا قد قال أبو زرعة يتهم بالكذب، صحيح لا يصل، لا يرتقي إلى ذلك، لكنه ضعيف، لأنه وراق ابتلي به كما قال ابن حجر فأدخل عليه أحاديث. قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي من الثقات، عن الحسن بن صالح، قال عن الحسن بن صالح، والحسن بن صالح مسرح الكلام فيه كثير، قال ابن يحيى بن سعيد القطان كان الثوري سيء الرأي فيه، قال أبو معمر كنا عند وكيع فكان إذا حدث عن الحسن بن صالح أمسكنا أيدينا فلم نكتب، قال ما لكم لا تكتبون حديث الحسن بن صالح، فقال له آخر بيده هكذا، يعني أنه كان يرى الخروج، يعني هو الآن اللي رأي الخوارج هكذا يرى الخروج، فسكت وكيع. والحق بل نقول حتى ولو كان البدعة لا تسقط الراوي. قال محمد بن مثنى: ما سمعت يحيى بن سعيد ولا عبد الرحمن حدث عن الحسن بن صالح بشيء. قال جعفر محمد بن عبيد: سمعت جدي يقول كنت أقرأ على علي بن صالح، فلما بلغت إلى قولي فلا تعجل عليهم، سقط الحسن يخور كما يخور الثور. فقام إليه فرفعه ومسح وجهه ورش عليه الماء وأسند عليه أبو سعيد الأشج. قال: سمعت ابن إدريس وذكر صاعق الحسن بن صالح، فقال: تبسم سفيان أحب إلينا من صاعق الحسن. وده اسمه اتهام في النوايا، وهذا لا يصح. فاهمين انتوا المسألة؟ نعم. ف يعني هذه أيضا لا يرد بها الراوي. قال عيد بن حرب الطائي عن أبيه قال: قلت لعبد الله بن داود إنك لكثير حديث عن أصحاب عن الحسن، قال: كان عند أصحاب الحديث لم يكن بشيء. قال محمد بن علي الوراق: سألت أحمد بن حنبل عن حسن بن صالح كيف حديثه هو، فقال: ثقة، وأخوه ثقة. قال: ولكنه قدم الموت، وهذا أيضا مسألة البدعة. قال ابن سعيد قال يحيى بن معين: ثقة مأمون. قال أبو حاتم: ثقة حافظ متقن. قال أنا سعيد: ثقة. أجهز على كل شيء أبو حاتم في قوله حافظ متقن، فالنهاية بأن الحسن بن صالح من الثقات. عن هارون أبي محمد، هارون أبي محمد هو مجهول، وهو علة الحديث أيضا. عن مقاتل بن حيان، هو يقدم على تضعيف سفيان بن وكيع. نعم. عن مقاتل بن حيان، مقاتل بن حيان قال ابن معين ثقة، قال أبو دود ليس ببأس. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من الثقات الأثبات، رواه الجماعة، هو من الضار من نوادر حفاظ الدنيا. عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، من السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن النبي صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه. قال هذا حديث حسن غريب ولا قال غريب؟ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن. نعم. قوله هذا حديث غريب، هذا تضعيف، هذا ظاهر فيه التضعيف، فضعفه. وإحنا قلنا أساس في الكلام على فضائل الصور بأنها أن كل صورة ما جاء فيها إثبات. نعم.
وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وهارون أبو محمد شيخ مجهول. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، محمد بن المثنى العنزي، نعم، وثقات الأثبات. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، من أساطير المحدثين. قال حدثنا قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن بهذا، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، ولا يصح حديث أبي بكر من قبل إسناده، إسناده ضعيف. وأيضا في الباب عن أبي هريرة أيضا إسناده ضعيف، فالحديث لا وجها يعني يصح به، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر البزار حدثنا عبد الرحمن بن فضل فذكره بإسنادي بلفظ إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يسين، والسند ضعيف، السند ضعيف، فهذا الحديث سند ضعيف، حديث يسين سند ضعيف. وقد جاءت روايات في فضل يسين حسنها الشافعي وحسنها بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يسين على موتاكم، اقرأوا يسين على موتاكم. وفقه الحديث اقرأوا يسين على موتاكم المقصود به هو أن تقرأ يسين عند الاحتضار، إذا كان المكلف محتضرا فإنه يقرأ ياسين يسهل عليه خروج الروح، وهذه مجربة، هذه مجربة. وهذا أيضا هذا الإسناد مختلف فيه، يعني هذا الإسناد أيضا مختلف فيه، لم يصفه. فأحاديث فضائل القرآن كما قلنا أكثرها أو أغلبها على الضعف. في قول في ما روي عن السلام أن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، قلب كل شيء هو لبه وأساسه وأسه وركنه الركين، وخالصه هي سورة ياسين. حق سورة ياسين أن فيها ما فيها من الكلام على الأنبياء ورد الأنبياء، وأيضا فيها من انبرى وتكلم بكلمة الحق ودعا قومه، وأيضا فيها عظيم ربوية الله جل في علاه ومشاهد الآخرة عندما يقول الله تعالى: يوم نشهد على أفواههم، ويوم نشهد على أفواههم وتكلمنا أيديهم، هي يوم نختم، أسف، يوم نختم على فيهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأيضا فيها أيضا الإنكار والرد على المنكرين الجاحدين بالدهريين في اعتقادهم، الذين يقولون لا بعث ولا نشور، كما قال مجادلا عندما أخذ العظام وجعلها رميم قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إنه بكل خلق عليم. فياسين هي من الصور التي كما قلنا تصور للقارئ مشاهد الآخرة، وأيضا تبين كيف تعامل الأنبياء وتعامل الأقوام أو أمم الأنبياء بالكفر والجحود مع الأنبياء وصبر الأنبياء على هذا، وأيضا بيان لعظيم ربوبية الله جل في علاه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق، وكل في فلك يسبحون. لكن الحديث كما قلنا ضعيف، وإذا قلنا بفضل سورة ياسين ففضل سورة ياسين جاء كما قال علماؤنا في حديث اقرأ ياسين على موتاكم، نعم، وهذا كما قلت مجرب، لأنني حقا يعني لقريب اتصل بها وقال لي أنه يعني عمه يموت والأمر يشق جدا، قال وقفت بجانبي 10 دقائق فبكى كثيرا مما يرى، الرجل يتلوى والروح ما تخرج، هو منتهي يعني لا يشعر بأي أحد أمامه، ويتلوى كأنها حقا كما وصف بأنها تنزع كالصوف الذي شوف الحديد الذي يعني يشق الصوف، نعوذ بالله من هذا، نسأل الله أن ييسر لنا. النبي هو سيد البشر، كان يأخذ الماء من الركية ويضع على رأسه يقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، فكيف بمن يعني تنزع روحه نزعا شديدا. وهذه صراحة فيها ما فيها من المشقة لا أعلم بها إلا الله. لي أخ كريم اسمه خميس رحمة الله عليه، يعني في الليل اتصلوا فيه وقالوا لي نريدك ضروري، فذهبت إليه وكان على فراش الموت، يعني أنا كنت معه أخ كريم وكان خطيبا بارعا ورجلا فاضلا، ونسأل الله جل في علاه أن يكون الآن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلما ذهبت إليه وكانت الليلة حقا ليلة موتي، لأن أنا علمت ذلك لما رأيته يعني أنا الآن كأنه أمامي الآن، كان يعني غير شاعر بأي شيء، لكن كان يأخذ بيدي يريد يقوم ويقعد، يعني هو أصلا على السرير
مش مستطيع حتى النفس، كأنه لا يتنفس، ويشير أن أقيموني يقوم، يشير أقعدوني يقعد، يعني حركات تدل أن في شيء بيخرج، وكأنه يعني يسحب كل شيء. فالأمر شاق ليس بالهين، وقراءة سورة ياسين تيسر جدا خروج الروح. لكن الحمد لله كانت المسألة كلها على أساس أن تكون خاتمة الخير بإذن الله، يكون بعرق الجبين. فالحديث يعني استأنس به بأن الموت بعرق الجبين دلالة على خاتمة، وهذه تعلم أن ممكن يكون الإنسان منزل عند ربي جل في علاه فلا يبلغها بما عمل، فيشق فيكون مشقة خروج الروح هذه من باب رفعة الدرجات. لكن كما قلت بأن ياسين أفضل ما يقال في مسألة ياسين هو هذه المسألة، وهذه المسألة بأنه يقرأ على المحتضر، يقرأ عليه سورة ياسين فتيسر عليه خروج الروح. نعم، فضل السورة الثانية، الباب الثاني. انا اخذ بتحسين الشفعي، حق باخذ تحسين الشفعي في اوقات يعني للناس، لكن طبعا انا ارفض جدا الفهم على انه يقرا في المقابر، هذا كلام لا صح، لان القران ما نزل الا لينذر الاحياء. نعم. قال الامام رحمه الله: باب ما جاء في فضل حاميم الدخان. قال الامام رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع، ما مر علينا الكلام فيه ومعلوم انه كان يتلقن. نعم. قال: حدثنا زيد بن حباب. نعم، من حسن الحديث. عن عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير. نعم، أبي كثير من ثقات الأثبات، رجال الكتب الستة، وهو الذي نقل عنه المسلم أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسد. عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن أبي خثعم يضعف، بل هو منكر. قال محمد: وهو منكر الحديث. علة الحديث عمر ابن أبي خثعم، علة الحديث وتعصب الجنابي هو عمر بن أبي خثعم، ليس سفيان. سفيان يحتمل، سفيان مقارب، الحق أن عمر بن أبي خثعم هو علة الحديث. قال الإمام رحمه الله: حدثنا النصر بن عبد الرحمن الكوفي، قال حدثنا زيد بن حباب عن هشام أبي المقدام عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. قال أبو، هذا تقييد، والحق أن الحديث أصلا حديث ضعيف جدا، فيه هشام أبي المقدام وهو متروك الحديث. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة، هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. نعم، هو الخلاف معهود والصحيح رجع الحسن لم يسمع، أكثر أصحابه لم يسمع منهم الحسن، هو علتان في الحديث، فهو العنعنة وهشام أبي المقدام. العنعنة سهلة التيسير، علة الحديث هو هشام وهو متروك، الحديث ضعيف جدا وفيه التخصيص بقراءة الدخان لآية الجمعة. أيضا سورة الدخان قال فيها المسلم: من قرأ حميم الدخان يعني في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. شوف، أنا أعطيكم قاعدة في الحديث تعرفونها جيدا في هذا الباب: كل عمل يسير ترد عليه الثواب الجزيل جدا الغير متخيل، فاعلم أن هذا الحديث فيه نكارة، يعلم أن هذا الحديث، وهذا سبب نكارة حديث السوق هذا الباب، سبب نكارة حديث السوق في هذا الباب. فلما ترد عملا يسيرا وعليه الثواب الجزيل جدا الغير متوقع، فاعلم أن النكارة في هذا الباب، لأنهم كانوا يفعلون ذلك ويضعون الحديث على أنهم يعني يقربون الناس من القرآن. وطبعا تعلمون بأن هذا الوضع هو وضع ذلك، قال: رأيت الناس قد انشغلوا بالسنة فوضعت لهم فضائل الحديث في فضائل القرآن حتى يهتم الناس بالقرآن. القرآن لا يحتاج إلى ذلك، القرآن لا يحتاج إلى ذلك، فهذا الحديث أصلا لا يصح، وفيه كما قلنا استغفر. لكن نستفيد منها مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة صداقة الملك للمكلف إن صح التعبير، كان لأن أعظم صاحب له النفع هو الملك، ويصح أن تطلق على الملك أنه صاحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سليمان عندما قال: أتفن الليلة على 100 امرأة، قال له صاحبه، ويقصد بذلك الملك، قال: قل إن شاء الله،
ولذلك قال لو قال إن شاء الله لكان دركا لما يريد. فهنا الآن الملك يستغفر للمكلف، وقد قال الله تعالى تصريحا في كتاب جل في علاه ويستغفرون لمن في الأرض، فالملائكة تستغفر وتصلي على العباد. ومن فضل الملائكة على المكلفين بأنه إذا جلس في المسجد يأتي الملائكة تستغفر الله تقول اللهم ارحمه ما لم يحدث. وأيضا هناك ملائكة حفظة بعثهم الله وأرسلهم الله جل في علاه ليحفظوا المؤمن مما لم يكن قد قدر عليه. فالحق بأن أعظم ما يكون معينا على الطاعة هو الملك. ولذلك الإنسان قال في القلب لمتان، لمة للملك ولمة للشيطان، ولمة الملك وهي إعاز بخير وإعاد بخير، يعني يوزع في قلبه الخير لفعل الخير، وأيضا فيها يعني ميل القلب للإعاد بالخير، أن الله تعالى وعد بالخير يثيب من عمل صالحا. وفي الحديث الثاني حميم قال حميم ليلة الجمعة فجعلها تخصيصا ليلة الجمعة، ولم يرد في ليلة الجمعة قراءة لشيء من القرآن خصيصا إلا سورة الكهف، وإن كان هذا أيضا فيه كلام مسألة ثالث الجمعة يوم الجمعة في كلام، لكن الصحيح أنه لما ورد عن ابن عباس عن غيره بأن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة بأنها تكون نورا له للجمعة التي بعدها، وكل حديث جاء بعد ذلك في هذا الباب في تخصيص يوم الجمعة بقراءة فكله ضعيف. الفوائد المستنبطة، قد أقول فائدة في الحديث الأول أنا فوتها في قوله من قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، وهذا فيه تفضيل لياسين على قل والله أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قل والله أحد هي ثلث القرآن، يعني من قرأ 3 مرات كان قرأ القرآن كله، فهذا تفضيل لياسين عن قل والله أحد، أصلا فضلها بأنها شملت الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتفضيل يعني هذه دلالة على نكارة المتن، هذه دلالة على نكارة المتن. الفوائد المستنبطة، فضل قراءة القرآن، فضل الملائكة، فضل ليلة الجمعة، كلها فضل. نعم.